بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها التثبيت عند ساعة الاحتضار، وشهادة أرجو أن يصحبنيها إذا التفت الساق بالساق وحفر القبر بالانتظار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيده الله تعالى بالمهاجرين والأنصار. أحبتي المشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الحلقة الجديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة أحمد الكويسي. فضيلة الشيخ مرحبا بك. مرحبا. شهادة أن لا إله إلا الله تثبت الرجل في ساعة الاحتضار؟ أنا قلت شهادة أرجو بها التثبيت عند ساعة الاحتضار. والله يا سيدي، إذا لم تحضر لك شهادة أن لا إله إلا الله عند الاحتضار واحتبست لسانك عنها، فهذه لها عدة تفسيرات، من ضمنها أنك عاق لوالديك. من كان عاق لوالديه فمن عقوبات الله له. طبعا بر الوالدين وعقوق الوالدين هم طريقك للجنة والنار. نعم، بالوالدين تدخل الجنة والوالدين تدخل النار، هما جنتك ونارك. زين، احنا عندما كنا صغارا يعني لما يصير جنازة من باب التفرج نمشي وراء مدينة صغيرة. يعني احنا الآن قبل أن ندخل بالجنازة، فضيلة الشيخ، قبل أن ندخل بالجنازة، أنت ذكرت نقطة مهمة لازم اليوم الشباب خصوصا اليوم الشباب لازم يعرفوها، كيف حقوق الوالدين يحبس لسانك عن نطق الشهادة؟ هناك مثل أو قصة؟ يعني هذه خليها لما نتكلم عن بر الوالدين. نعم تمام. إذن نعود إلى موضوع الجنازة. كلنا سنموت، هذا مفروغ منه، كل نفس ذائقة الموت، ومن حقوق الميت على أهله وأقربائه وجيرانه أن يتبعوا جنازته، فاتباع الجنازة حق من حقوق الميت. وحينئذ يتلفت إليكم واحدا واحدا لعل أحدا منكم يستغفر له. والكلام في هذا موجع ومخيف ومفرح. مفرح بسعة رحمة الله، يا الله إن لله رحمات يعني تسع الدنيا كلها، وإن ليرحمن الله الناس رحمة يوم القيامة. ويوم القيامة تبدأ بالاحتضار، إذا مات الميت فقد قامت قيامته. يوم القيامة هذا الكلام فيه مخيف، ولكنه كما تفضلت لمن يموت على لا إله إلا الله ولم يصب دما حراما وكان يصلي وأبواه راضيان عنه فليبشر. شهدنا إيش؟ شهدنا ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار العبد يرى فيها كل أعماله، ويرى من مات من أهله من قبله، ولكن من سنة الله في هذا الخلق أنه لا هو يتكلم بما رأى ولا يسمع ماذا يقال له، وهذا من 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 نظام الله في هذا الكون. ما الحكمة من ذلك؟ أنه أنت ما تبشر بالجنة أو بالنار إلا في ساعة الاحتضار، لكي تؤمن بالله بالغيب، يؤمنون بالغيب. أما لما تشوف الجنة والنار تحصل لك شنو قيمتها؟ أنت ما صليت لله، صليت خوف من النار. ولذلك الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب هو ثقة بالله عز وجل وبرسوله. إذا جاءك رسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول الصادق المصدوق، وعليك أن تسمع كلامه، وربك قال لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنت تعلم أن هذا النبي أحن عليك من أمك وأبيك. هذا الرسول الكريم يقول من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه دخل الجنة. والدخول إلى الجنة يعني هي منتهى وآمال كل مخلوق، سواء كان قبل الموت والاحتضار أو ساعة الاحتضار عندما يرى مقعده من النار. من أجل هذا كنا ونحن صغار نسمع أو نرى أحيانا أن أحد الناس وهو يحتضر يبتسم، وأحد الناس صرخ صرخة عجيبة ومات. واضح أن هذا رأى مقعده من النار وهذا مقعده من الجنة. شاهدنا في الموضوع، نحن كلنا كنا لما يموت الميت نمشي وراه، سواء كنا اطفالا من باب الاستطلاع، كنا اطفال كنا نمشي وراء الجنازه ما نعرف وين رايحين.
وبعدين الناس يروحون يصلون عليه. تبين الآن أن هذا الذي يعني يتبع الجنازة له من الأجر ما لا يستطيع أن يحصل عليه في أي عبادة أخرى. وأنك اتباع الجنازة أنت مش متفضل. أن لكل مسلم عليك حق، كل مسلم له حقوق على الآخرين. من حقوق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته. إذا كنت من الجيران أو كذا فرض كفاية، وإذا كنت ما كان في غيرك فرض عين. هي فرض كفاية. فرض كفاية. بها البعض سقطت على الباقين. ولكن لو تعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الجزاء على اتباعك للجنازة لما فوتت جنازة. أنت من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا غفر له ما كان من ذنبه. فتأمل، أنت أديت حقا وثم تعصى واعتبرت وجعل الله الموت واعظا وكفى بالموت واعظا، ثم أنت يعني عزيت بهذا أهل الميت وأهل المصاب بمشاركتك معهم. من أجل ذلك نقول أن هذه عبادة جليلة جميلة لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها إن لم يكن له عذر من مرض أو سفر أو ما شكل ذلك. أولا تعزي أهل الميت، ثم أنت نفسك تكسب من الأجر بهذه العبادة ما لا تجده في عبادة أخرى، ثم أنت تؤدي حقا من حقوق هذا الإنسان، من حقوق المسلم أن يصلى عليه وأن يدفن بعد الصلاة، فأنت تؤدي هذا الفرض الكفاية. نعم فضيلة الشيخ، بخصوص الصلاة على الميت يقال أنه أريد نتحدث عن الصلاة على الميت اليوم الميت، إذا كم يصلي وراه يغفر له كذا، هاي نقطة. كان ثانيا كان العلماء أعتقد أحد قرأت مرة أنه ما لا أذكر من العلماء كان يقول له وعدنا يوم الجنائز، من اللي راح يمشي وراك من الجنائز؟ هاي النقطة الحديثة. وللعلم طبعا أنت تصلي لك أجر وتصوم لك أجر، تستغفر تذكر لك أجر، لكن اتباع الجنازة، الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة، اتباع والصلاة هو أول. المهم على كلاهما واحد بعد الآخر، لك قيراطان وكل قيراط كجبل أحد من الأجر، لمجرد أنك تتبع الجنازة إيمانا واحتسابا وتنتظرها حتى تدفن لك قيراطان، كل قيراط بقدر جبل أحد. تأمل أنت لو كل شهر تتبع جنازة، أولئك لهم الدرجات العلى. هناك عبادات جليلة وهناك عبادات جميلة. الجليلة مثل الجهاد والحاج والصلاة والتهجد إلى آخره، لكن هذا انت واحد مات وصاحبك جارك تعرفه، يعني المهم تعرفه وما تعرفه، والناس يمشوا تمشي معهم تطيب خاطر ذويه وتعزيهم، ثم انت ترجع بقيراطين مجرد انك ذهبت معه وانتظرته حتى يدفن، ثم رجعت لك قيراطان من الاجر، كل قيراط بقدر الجبل العظيم. بالله عليك اي عباده اخرى تعطيك مثل هذا الاجر العظيم؟ هذا من جملة ما قضايا الإسلام التي تربط بين الإسلام، تجعل المسلمين تجعل أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولهذا من حق الميت ومن حق أهله أن يعزى حيا وميتا. حيا كيف؟ حيا لأنك أنت هذا أخوه مات وتمشي وراء، أنت عزيته، وهذا الميت مشيت وراء وأنت يعني صليت عليه وزدته أجرا، وكلما كثر كثرت الصفوف صفوف المصلين على الجنازة رب العالمين يغفر له ويغفر له كثير. ورد في ذلك أعتقد حديث. نعم. على كل حال كفى بالموت واعظا يا عمر، والموت هذا من أسباب أن أهله يؤجرون وأصدقائه يؤجرون وكل من يسير خلفه في الجنازة يؤجر، ومن ذهب وعزاهم عزى أهل المصاب يؤجر. إذن عبادة جليلة جميلة وأنت لست متفضلا، هذا حق من حقوق، كما أن الجار له حق عليك وأن الرحم له حق عليك، وهكذا الميت له حق عليك أن تتبع جنازته وأن تستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لصاحبكم فإنه الآن يسأل،
لو تعرف ماذا يعني أن تستغفر. هو يسأل شاهو طبعا لما هو لما يعني مجرد أن يموت يشوف كل أعماله الصالحة والطالحة، فكشفنا عنك غطائك زين، وبالتالي أنت تقول يا رب اغفر لي شو انطفى هذا، هو أمامه كلها مثل العضوية، هذا انطفى الذنب وهذا انطفى، هذا شيء قضية. قال له هذا باستغفاري ولدك لك أو باستغفاري فلان لك. من أجل هذا أن الاستغفار هذا يوم القيامة من أعظم ما يتمناه الإنسان لنفسه أو لمن يحب. ثم لا يعني أو لا يلزم إلا أن تكون تعرفه. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات عموما يوميا تقول رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات 25 مرة، تعال شوف الجزاء. ولذلك عليك يوميا أنت أن تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات. ورب العالمين لن يستثني مؤمنا مات فيه الكرة الأرضية إلا ويصيبه شيء من هذا الدعاء. قال ومن دعا لأخي فالملائكة الله أعتقد ولك مثلها. ولك مثلها نعم. إذن ولك مثل ما دعت كل مؤمن في على الكرة الأرضية. ومو بس هذا نعم. يعني أنت تتصور أنت بس الأعمال التي أنت استويها هي التي تعليك يوم القيامة. يقول الميت في البرزخ، طبعا تعرف البرزخ هذه اما حفره او نار، وهو عايش اما عايش جنه او نار. بعدين ينقل هذا الميت من مكان الى مكان افضل، فيقول يا ربي بمن نلت هذا ولست في دار عمل، شو انا نقلتموني هالمكان الجميل. قال باستغفار ولدك او باستغفار اخيك او باستغفار ابن عمك او باستغفار الناس لك قبل فلان لفلان. من اجل هذا ينبغي لكل من يموت له ميت يعرفه الله رب اغفر لي ولفلان، كم يوم رب اغفر لي ولفلان رب اغفر لي ولفلان، لو تعلم ماذا تعني هذه يوم القيامة. ربما يهيئ الله لك شخص أيضا يستغفر. بالتأكيد بتوفيق الله. نعم 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 جميل. خلينا ننتقل فضيلة الشيخ إلى فاصل ثم نعود. أحبتي الكرام مستمرين معكم مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور أحمد الكبيسي بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي. فضيلة الشيخ مرحبا بكم مرة أخرى. احنا يعني اليوم خصوصا احنا في العراق اليوم أعتقد ثقافة المشي وراء الجنازة كذا ربما قلت، وهذه هي من السنن ربما التي تعتبر اليوم هي منسية صراحة. اليوم إذا شخص تعرفه تمشي وراء، وممكن تتعاجز تقول لا والله أنا أروح على العزاء وخلاص ما يحتاج أروح أمشي وراء وندفنه وكذا وإلى آخره. كيف اليوم نوعي الناس وما هي أيضا نصيحتك للناس في؟ أنا عندنا في الـ في الـ في الإسلام فيما يتعلق بالمال والبيع والشراء أن السفيه يعني مبذر لماله. هذا السفيه المفروض ما يسلم المال وكذا، يعني عليه قيود لأنه هذا مبذر زين. وشوق القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اللي أنت مبذرها اللي ألطاك تبذرها. هذا الذي يقول هذا الكلام الذي يعني يستهين بالذهاب إلى مع خلف الميت هذا من السفهاء بأجره لا بماله. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجازى به الميت أن يغفر الله لكل من اتبع جنازته. الله. وبالتالي أنت تفوت جنازة أنت ما تروح أنت فوت عرفتك فرصة أنت اللي خسران. ولهذا على كل المسلمين أن يعلموا أنه عندما يتبع جنازة أنت مو صاحب فضل، هو صاحب فضل عليك. لأجله رب العالمين يأجر يغفر لكل من اتبع جنازته. وبالتالي شو اللي تخسران زين؟ طيب فضيلة الشيخ الآن المشي في أشياء ثانية إحنا كنا وإحنا صغار نعم ما كانت تجري يعني من نذكر أيامنا بالله ما كنا يعني شبابا نتبع جنازات ما نعرف مشي وراهم باستبار جنازة مشي فلوجة قرية كانت وقتها الناس كلها تطلع لما يدفنون الميت والناس كلها ملتمة يا ناس يا أيها الأخوان ماذا تقولون في هذا الرجل؟ والله رحمة الله عليه كان طيب كان كذا كان كذا كان كذا ما نعرف ليش. بعدين عاد لما كبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا واحد مات لو صلى عليه المئة والمئتان وشفعوا فيه إلا شفعهم الله فيه. الله. يعني أنتوا كلهم شهدوا لا إنسان كان طيب وبن حلال ومحترم وإلى آخره حتى قد يكون هو العكس مو هكذا.
لكن الله يشفعهم فيه لأنهم صلوا عليه وخرجوا وراءه فإكراما لهم وإكراما له. أول حديث، أول ما يكرم الله العبد إذا مات أن يغفر لكل من شيع جنازته وصلى عليه. فإذا معناه أنت مو متفضل عليهم، هم متفضلين عليك. هذا الإنسان اللي مات أتاح لك فرصة أن يغفر الله لك كل ذنوبك إكراما لهذا الميت لأنك شيعته. هذا أول إكرام، أول إكرام لله العبد المؤمن إذا مات أن يغفر ذنوب كل من شيعه. هاي من هذه للعبد المؤمن. نعم. لكن بالمقابل للعبد الكافر. لا، هذا شيء ثاني. هذا شيء آخر. حبيبي، بين المسلم، بين الجنة والنار، بين المسلم والمسلم لا إله إلا الله. إذا كان يقول لا إله إلا الله فهو إلاله، إذا كذا ما كان. نعم. في أحاديث أذكر وردت أن يعني أنا يعني هكذا أذكر أنه موضوع لا عندما تمشي وراء جنازة يجب أن يكون مصليا حتى الذي لم يكن يصلي ولا يغسل ولا يدفن في مقابر. هذا إذا كان ترك الصلاة جحودا فقد خرج من الإسلام. ما صعد شيوعيين وغير شيوعيين وكذا، الصلاة شنو خرافة؟ زين، هذا اما لا، هو حقيقتك تركها كسلا، هو طبعا سيعذب. ويل للمصلين الذين هم تاركها نهائيا. اكو واحد لا يتعايز، مره يصلي مره ما يصلي، ويؤمن بانها ركن من اركان الاسلام. ولهذا اول ما يسال العبد عنه يوم القيامه اول سؤال، انت تصلي؟ فاذا قال نعم يعني يتساهل معه في كل شيء، يسهلوا له الامور يعني. إيه هكذا. وإذا كان لا يصلي تذكر أنت في العهد الذي ذهب لما واحد يقدم للكلية العسكرية أو للكلية الشرطة أول سؤال أنت بعثي؟ إذا قال لي الباب كله سهلة روح، إذا قال لا قال بروح مع السلامة روح ما عندنا مكان. هكذا يوم القيامة أنت تقول لا إله إلا الله؟ إذا ثبت أنك تقول كلها سهلة. وإذا كنت تصلي؟ هذا طبعا هذه النجاة. نعم، ترك الصلاة تكاسلين يعني هذا معناها متخطف. هو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني تركها نهائيا. نعم، بهذه الحالة على كل حال كل ابن آدم خطأ، لكن كونك تصلي تغفل مرة وكذا أحيانا إذا مت وأنت قاطع للصلاة. لا شك أنها مأساة المآسي. أول سؤال، حديث صحيح، أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإن حسنت حسن سائر عمله وإن ساءت ساء سائر عمله. انت بعثي ايه خش وسط ضابط، مو بعثي يا بعاني بطل تروح بشيء هكذا يوم القيامة. انت تقول لا اله الا الله ايه فوت، ما اقول لا اله الا الله روح يا بعاني كنت اعطي الفقراء امشي اقول لا اله الا الله. هذا اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة. واول ما يقضى فيه الدماء. نعم. هكذا. نعم صحيح. اذا هم تقريبا مقتدين انك تصلي ولم تسفك دما حراما. هو الحديث لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما، لم يعد مؤمنا اصلا، ومن قتلها فكانما قتل الناس جميعا. تخيل لو انت القيت قنبل على كل عراق وكلهم ماتوا، يا صلاه يا حاج ايش تفيدك بعد؟ زين، اما انت لا، يعني صار قتل خطا، صار عركه، صار يعني اشياء ثانيه. هذا فالقتل العمد، القتل العمد والعدوان مأساة مأساة. لن يزال المؤمن بخير، لأن أكو عنده مكفرات. هذا ذنب من ذنب من رمضان يغفر، ونصف في شعبان يغفر، ليلة من الحمى إن الصداع والمليلة تغفر الذنوب جميعا. أما أنت يعني تقتل، هذا مشكلة معوقة. نعم، قبل أن أختم فضيلة الشيخ، اليوم ما هو الواجب اليوم الكثير المصائف في العراق وشهداء كثر، إذا اليوم ما هي واجبك اليوم أنت كشخص عندما تكون هناك مصاب عزاء عند جارك، ما هو اليوم واجبك أنت تجاه جارك؟ لا شك أن هذا من حقوق الجاري عليك، ومن حق كل مسلم تعرفه عليك أن تتبع جنازته. شنو حق المسلم؟ إذا كذا كذا إذا كذا كذا إذا كذا وإذا مات أن تتبع جنازته. يعني انت ذهابك الى واتجاه اهله عندما يموت، عاد هذا يعني حسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر. هذا ما يكون جارك، ابن عمك، من الارحام. اما اذا غريب لا، تمام. لكن جار انت لا تخلي جارك يطبخ وانت جيران، وهذا عنده فاتحه وما عنده، انت ودي له. وهذا واقع الحال،
في كل عالم الإسلامي الآن لما يموت واحد الجيران هم يقومون به 3-4 أيام حتى لضيوفهم لمن يعزون. هذه من العادات الماشية في كل مكان. ما الواحد في 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 حارة في شارع وبعدين مات وما حد يودي له أكل أو ما يودي لضيوف، لا ما ما ما, ما موجود في نعم. كل العالم الإسلامي. نعم. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور علاء محمد الكويسي. إن شاء الله يعني يستفيدون المشاهدين من أنهم يحضرون جنازة ويكون حريصين على حضور عبادة نادرة، عبادة نادرة تخرج من ذنوبك كيوم ولادك وأمك تجد مع طلابة كلها ساعة نص ساعة وقبل بروح المشي أتروح بسيارة ترجع بسيارة تروح أبويا ربع ساعة تتجي مالك ولا ذنب. يعني الآن حتى بالسيارة تحسب؟ طبعا ليش لا تحسب له؟ طبعا بلا شك. نعم. بلا شك. البعض يضطر يقول أنه المشي ليس كالسيارة على كل حال هو أكو تفاوت طبعا والآخرة أكبر درجات هو نتا متفاوتين يعني صارت بعد يعني السيارة بس إحنا لما تصلي أنت بتروح على المجلس تصلي الظهر ورا الصلاة ورا الإمام كل تأجر نفسه طبعا لا واحد خاشع واحد مخاشع واحد يعيش سواله هو دب الصلاة وأشكال وألوان يعني كله حسب مالي. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مش عدها أحصاها. رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم يسمع دبيب النملة في الليل الظلماء على الصخرة الصماء. فلا إن لك ربا عظيما كريما رحيما أرحم عليك من أمك وأبيك. نعم يعني بالله. شكرا فضيلة الشيخ أحمد الكويت. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله يوم غد. في أمان الله.